السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. اتفضل. السؤال لحضرتك دلوقتي، أنا رجل متزوج ومعي أخي أكبر مني سنا ومش متزوج. والدي بيطالبني إن أنا أساعده في زواجه، في حين إن أنا لا أملك إن أنا أساعده مثلا، فهل عدم الله يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا أردت ألا تعطيهم لعلة لقلة ذات اليد أو لغير ذلك من العلل تكلم كلام طيب، إذا وسع الله علي يا أبي إن شاء الله سأساعد أخي، ظروفي الآن تعبانة، كلام طيب. بلغته كده حضرتك، هو بيطالبني إن أنا أستلف له فلوس. لا تقترض من أجل أخيك، ولم يلزمك الله بهذا. لكن ده ما يعتبرش عقوق يعني. لا ليس بعقوق. بارك الله فيكم.